وقد قطعت المرأة البحرينية أشواطا كبيرة حققت من خلالها نجاحا لافتا في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الإعلامي، حيث باتت اليوم تشغل العديد من الوظائف القيادية في هذا القطاع. اليوم العالمي للتضامن، قدرات متنوعة، أفكار خلاقة قدمتها المرأة البحرينية بكل إبداع في القطاع الإعلامي، تبوأت خلالها العديد من المناصب وشغلت الكثير من الوظائف في هذا المجال حتى تميزت فيها. فهذا النجاح المستمر والتألق لم يأتي من فراغ، بل هو نتيجة حتمية للدعم الذي تلقاه من قبل حكومتنا الموقرة. تقدم بالتهنئة للمرأة البحرينية في يومها، وهي مناسبة طيبة نستذكر من خلالها الإنجازات اللي حققتها المرأة البحرينية في كل المجالات في البحرين، وهذه طبعا ما كان راح يتحقق إلا بدعم قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والدعم والمؤازرة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وطبعا الإنجازات اللي حققتها المرأة البحرينية أيضا جاءت بدعم كبير من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، اللي قدرت أن تنقل المرأة من التمكين إلى أن هي تكون قادرة وتقود إلى جانب الرجل في كل المجالات في البحرين. المرأة البحرينية استطاعت أن تضع لها بصمة مميزة على خارطة الحراك الإعلامي البحريني. المرأة البحرينية اليوم كامرأة إعلامية استطاعت أن هي تقدم الكثير، تنقل صوت الوطن، تنقل الحراك الوطني، الحراك المجتمعي من خلال تواجدها عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة. لذلك أشوف فعلا أن يعني المرأة الإعلامية في البحرين استطاعت أن هي فعلا يعني ترسم لها طريق نجاح وتتبوأ الكثير من المراكز المتقدمة في الوسط الإعلامي. نجاح وتميز، رسائل إعلامية متواصلة أطلقتها المرأة البحرينية منذ لحظة ولوجها إلى هذا القطاع حتى يومنا هذا، عبرت فيها عن قدرة المرأة البحرينية على العمل الإعلامي بكافة فروعه وأقسامه، فهي اليوم تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل لتسطر إبداعاتها وتترك بصمتها الإيجابية في هذا المجال. المرأة البحرينية في القطاع الإعلامي تتميز بشكل لافت لما تلاقيه من دعم حكومتنا الموقرة، وتخصيص يوم المرأة البحرينية عطاها دافع قوي للإبداع في مختلف المجالات. صارت المرأة عنصر أساسي في المجال الإعلامي، بالسابق كانت تعمل كمذيعة مثلا، لكن الحين المرأة صارت في جميع مجالات الإعلامية في المونتاج والإخراج والجرافيك والتصوير، وهذا دليل على ثقة في قدرات المرأة. المرأة البحرينية في يومها نجاح، تميز، ثقافة واعتزاز، أرسلت دعائمها السيدة الأولى في البحرين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى حفظها الله ورعاها رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.